ظهر العشرات من طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة مأرب تنديدا بعدم استجابة مكتب التربية والتعليم والوزارة لمطالبهم بإعادة المعدل التراكمي ضمن النتيجة النهائية، وطلب المحتجون نائب وزير التربية والتعليم بوضع حل جذري لمشكلة نتائجهم قائلين إنها صدمة ولم تلبي طموحاتهم، وهدد الطلاب بالاعتصام أمام مكتب التربية والتعليم في المحافظة حتى الاستجابة لمطالبها. على أي سبب؟ على أي سبب؟ احنا طلاب في وزارة حقنا.